صدمة كبيرة وغضب شديد عقب تداول صور مؤلمة لتلميذة عبر صفحات الفيسبوك. قالت مصادر إن ساق حفلة للنقل المدرسي بجامعة درع السلوجي بضواحي مدينة سيدي قاسم أقدم نهاية الأسبوع منصرم على دهسها بشكل متعمد بعدما استعصى عليها سداد واجب الانخراط الشهري للاستفادة من خدمة النقل المدرسي. وبحسب نفس المصادر فإن الضحية التي تعيش ظروفا اجتماعية قاسية تعثر عليها سداد واجب الاشتراك الشهري للاستفادة من النقل المدرسي بعد أن تمت مضاعفته من 50 إلى 100 درهم، الشيء الذي دفع بأحد المسؤولين عن الجمعية المشرفة على عملية النقل إلى منعها من صعود الحافلة قبل أن يتم دهسها، حيث تضاربت الآراء بين قائل أن عملية الدهس كانت متعمدة بإعازة من المسؤول عن الجمعية، وقال أن التلميذة الضحية حاولت صعود الحافلة بيد أن محاولة منعها تسبب في سقوطها وتعرضها للدهس بشكل غير مقصود لتتعرض بذلك لكسور على مستوى يدها اليمنى وجروح خطيرة أخرى في مناطق متفرقة من جسدها الصغير.